حالة من الحزن والأسى تسود الأوساط المجتمعية في العاصمة عدن عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. نعزي دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعزي أخوانه وأصحاب السمو والشيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة المغفور له. كما نعزي الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بوفاة المغفور له. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. نعزي آل زايد وكل شيوخ الأمارات وشعب الأمارات بالمصاب الجلل بوفاة الشيخ خليفة بن زايد رحمهم الله، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونشكر الأمارات على كل ما قدموه من دعم عسكري واقتصادي للجنوب. نعزي شعب الإمارات وشيوخها بوفاة رئيس دولتهم، ويعتبر الأب الروحي لدول العرب كامل خليفة بن زايد النهيان، ونشكر دولة الإمارات على ما قدمته للجنوب خاصة واليمن عامة. عزي أنفسنا ونعزي شعب الإمارات العربية المتحدة برحيل القائد العربي رجل الخير الطيب ابن الطيب زايد بن سلطان، الذي كان أوفياء مع شعبنا الجنوبي في قضيته وفي قضية في عدالة قضيته وفي نضاله وفي دعمنا وفي مد أيد العون لشعبنا.